ما حد يتجرأ انه يبعث صواريخ لارض العراق. جيد، اذا تسمح لي كان الردع يسمح لي، والمسيرات ما كانت موجوده اصلا. الان الخروقات على السماء من المسيرات والصواريخ البالستيه مع الطيران المقاتل، معناته لابد تتعدد الدفاعات الجويه، تتعدد بما يتلائم مع الطيران العالي والطيران المتوسط والطيران الواطي، وكل من كل هدف الى نوع من السلاح اللي يعالجه. هكذا يفترض ان يتعامل الدفاع الجوي لحمايه سماء العراق. اضافه الى هذا هنالك خطوط طول وعرض وضعت من قبل الجانب الامريكي، لا تستطيع لا قياده الدفاع الجوي ولا القوه الجويه العراقيه ولا الطيران المدني الطيران على هذه المناطق الحمراء التي حددها القوات الامريكيه. هم يخشون على قواعدهم او ربما لديهم اهداف استراتيجيه لاماكن معينه، لذلك لا يسمحون للقوه الجويه العراقيه وحتى للطيران السمتي أن يطير بهذه الأجواء.